السلام عليكم خويا. انا في واحد السوق فين زكان دابا، انا في مدينه اكادير، وتقريبا على ما شي 20 عام فانطون هنا. انا من الدار البيضاء وعندي وليدات وداكشي، وكنجري في الحلال، ولكن المصدر القوتي عندي اليومي من هاد الجوطيه اللي هي القيشه لافيراي، سوق المتلاشيات. ما عنديش شي بديل، ما عنديش شي ميتي اخرى، شي خدمه اخرى اللي غادي نعول عليها ولا كذا، يعني البديل ما كاينش. هذا هو المشكل اللي عندي دابا، انا بغينا شي خدمه، بغينا في شي بلاصه اللي غادي نخدم فيها، ما كاينش. عندي غير هاد الميتي كما كتشوف اخويا الخدمه، وتقريبا بهذا وعلى حساب هاد مازال واحد الوقيته كنا شويه هكا معاونه القضيه. دابا راه لا ديتي معاك 1000 ريال ما تقول لحد اصاحبي، 50 درهم ديالاش، ديال البوطه، ديال الوليدات، ديال العشاء، ديال الغداء، ديال العصر، ديالاش، ديالي انا كمصروف. هذا باش زيد الكراكري ب 15000، زيد الماء، زيد الضو، زيد المصاريف والوليدات، فهمتيني؟ خليها على الله وصافي. هذا هو المشكل اللي عندي انا، مشكل عندنا انا مغربي حر وباغي نعيش، ما باغي والو. حنا ما باغي لا طوموبيل، ما باغي والو، ما باغي نطير، باغي نعيش وصاحبي عاديين كايوا الناس، ما باغي حتى شي حاجه، باغي نعيش انا والوليدات في الحلال. ولكن ربما كيبان ليا هما بواحد الطريقه بغير مباشره بحال ما مخلينكش من جميع الحوايج، ما مخلينكش. تصور يوميا دابا من 8 الصباح كنجيو لهنا، كدي معاك 1000 ريال 50 درهم ديالك بزز وفرحان، كتبيع تشريها مع الناس الغلابه، راه ماشي شي وحدين اللي هما كيدخلوا عندك البورزوازيين هنا ولا كيما كتشوف انت، كيدخلوا عندك الناس البوفريا، الناس اللي كتبيع تشري معاهم. كيدخلوش عندك الناس مثلا في شي سوق اللي هما كيجيو الناس لاباس عليهم، اللي غتصور معاهم واحد الرزيق باين مغيبه، كيجي عندك الناس الناس مساكن ما في حالهم الشامه، يعني غتهضر معاه من 100 ل 1000 فرانك، 10 درهم غاليه عليه، فهمتيني؟ وانت انت كتشري على حساب دوك الناس اللي راه غالي عليهم، ما تفوتش لهم واحد العدد. هذا هو الاشكال اللي عندي انا بالنسبه لي انا، والاغلبيه الناس كيعيشوا هاد الظروف. هذا دابا انا كما قلت لك انا 20 عام وانا هنا، وغيرت البلاد باش نمشي بواحد الطريق اللي هي مزيانه، غيرت محسن الحمد لله، ودرت وليدات وبخير والكرا وهذاك الشيء، وانا غالب على داك الشيء بالزمني. دابا حاليا راه مكالميه، ربما كاين شي ضغط، فهمتيني؟ راه دابا مكالميه، ولكن افون قبل راه كان ما نعاودش لك، انا يوميا هنا ما كاينه هز 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 ديال ما كاينش على من تشكي ديال من علاش كيجريو عندنا من هنا، الله اعلم. وتصور حنا راه في زباله هنا وكيجريو عندنا من هنا، علاش كيجريو عندنا الله اعلم، ما فهمتش انا. وهذوك اللي كيجريو عندنا شكون هما بعدا؟ شكون اللي عاطيهم هذيك السلطه تيجريو عندنا حنا من هنا؟ وما كاين ادبر دهن السيري سير صحاب لها الفرانكات، لا دبرتي راك تبرك، ما دبرتيش راك ما تبيع وتشري ما هو. ودابا هادشي راه كاين حاليا، دابا ليسونسيال عندي انا هو، قلت لك اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله، انا مغربي ود البلاد، ماشي شي براني طرونجي ولا حراق ولا ارهابي، انا باغي نعيش انا ووليداتي، ما باغي حتى شي حاجه، باغي البديل اصاحبي. تصور كون لقيتني شي خدمه، كون لقيت شي خدمه كون على يقين ما غنزيدش ضربه هنا. عييت اصاحبي 52 عام اصاحبي 52 عام، وهادشي راه شويه تهلو. واخا جيت لهاد البلاد راني مهلت راسي، ما بغيتش ندوز وليداتي، حيت السوق كيقول لك ماشي ديالك، ديال من الله اعلم، متبوع من طرف المخزن، من طرف فهمتي، كيقول لك هاد الارضيه مشريه، فين غنمشي والله اعلم. انا هو اللي بغيت نقول لك، وماشي انا اللي كنعاود هادشي، راه امه ديال عباد الله كتعيش هاد المأساة هاد. الناس عامريها هنا وكترعد، كاين اللي عاد دير فيها ينوض بلا ما تهضر معاه. مازال حنا راه كنخرجوا عينينا شويه هكا داك شويه ديال القهوه، ولكن من هنا لقدام من غادي في الكبار اصاحبي، وحنا ولاد البلاد فين غنمشيو؟ كنتمنى هذا الميساج ماشي يوصل للعامل ولا لشي واحد اللي هو ما على باله، بغيت يوصل للملك وتململ. الملك محمد السادس هو الراعي، كل راعي مسؤول عن رعيته. وما انا القيد ولا القيده ولا الرئيس، اش بغي ندير به؟ ما باغيش يتصنت، اش بغي ندير به هو؟ هذاك مقابل على راسو وولادو، ما باغي. المسؤول هو اللي الكبير الراعي، هو اللي باغي يسمع هذا الميساج هذا باش يعرف اشنو كاين. الحقيقة بكل مصداقية.